يبقى معنا مراسلنا نبيل اليوسفي من صنعاء. نبيل، هل من أرقام جديدة لحصيلة قتلى وجرحى قصف التحالف على سوق تعز؟ نعم، بحسب المصادر الطبية وكذلك بحسب شهود عيان فإن أعداد القتلى قد يصلون إلى 50 قتيلا، أما أعداد الجرحى فيتجاوزون 100 جريح، هذا بحسب المصادر المتطابقة، خصوصا وأن الاستهداف كان في سوق مزدحم بالسكان من مختلف المحافظات. هذا السوق يسمى سوق شهرة، بالإضافة إلى أنه موسم يأتي إليه المتسوقون من محافظتي إب وتعز المزدحمتين بالسكان، ولذلك كان أعداد الضحايا كبيرا بالمقارنة بتواجد الكثير من السكان والكثير من الباعة في ذلك المكان المزدحم أو السوق التابع لمديرية التعزية في محافظة تعز جنوب اليمن. ويأتي كذلك كان بالتزامن مع اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة ما بين الحوثيين والمقاومة التابعة للرئيس هادي، وسقط على إثرها قتلى وجرحى، ولذلك كان أعداد القتلى بالغارات في تزايد، وحتى الآن هناك الكثير من الجرحى لا زالت حالتهم خطرة. الإسعافات توجهت إلى مستشفيات في محافظة إب وكذلك محافظة تعز، وهما محافظتين متجاورتين، بالإضافة إلى نقص الكثير من الأدوية وكذلك النقص الطبي، هذا تسبب في زيادة عدد حالات الوفيات جراء هذه الغارة التي استهدفت هذا السوق والتي كان ضحاياها جميعهم بحسب المصادر المحلية من المدنيين. شكرا جزيلا نبيل اليوسفي من صنعاء.